سؤال جاوبني عليه. أنا عارف أن أنت عندك مصادر خاصة، يمكن عشان حسين علي ما استلم المكافأة. أنا استغرب، يمكن إدعابة ترى أنا يعني. لا بس لا كلامك عدل يعني، بس الموضوع أثير. حسين أثير وإنه يقول ما حصلت إلا كرت الغرفة. طبعا هي ما يخصها أبدا يعني، لكن أنا كابتن وليد علي يمون علي وأنا حبداه مني أنا أداعبه. بس صراحة شو سالفة حسين علي، وهل صحيح إنه ما استلم؟ إحنا ما تكلم حتى حسين علي، أي لاعب تعودنا في أي مباراة يكون فيه نجم المباراة ويأخذ جائزة، وتكون الجائزة معروفة يعني. اللافتة الموجودة يعني ما كانت شنو هي بالضبط، هل هو جهاز تلفون أو مثلا مبلغ، أتوقع مبلغ 1000 دينار، ولكن من خلال الفيديو اللي انتشر بالنسبة للاعب حسين علي حصل على أفضل لاعب في 3 مباريات، يقول ما حصلت إلا كرت الغرفة يعني. أعتقد يمكن نقاط للاعب بالنسبة للبطولة، او اذا كانت جائزة وما حصل عليها يعني هذه علامة استفهام.